وين حجزت لنا كريم؟ إذا مو بأول كرسي أنا ما بقعد. احمدي ربك إنه لقينا حجز بهالوقت. رقم 23. كتير منيح. روح معكم على الكراج؟ ما في داعي، لا تعطل حالك، مندبر راسنا. يلا روحوا ولا تتأخروا لكنا. يلا. لحظة، فاطمة أمانة برقبتك ها؟ لا تزعلها لفاطمة. يلا خلينا نطلع. طلعي، أنا جاي وراكي هلا. استنى قبل ما أنسى. خد هدول. مالي بحاجتهم. مسك دبر راسك فيهم لبين ما نرجع. قلتلك ما بدي معي مصاري. منين لك ها؟ مسك الله يهديك. قلتلك معي. خدهم بقى. ليش ما بعرف انه ما معك ولا ليرة؟ كريم خد المصاري. رجعيهم امي. خد من امك، نفسه كتير عزيزة عليه. الله يرضى عليك، لا تترك البيت بغيابنا. فاطمة ومراد أماني برقبتك، واصحك تروح تقابل هدول حتى ما يضل بالي عندك طول الوقت. روحي امي. حبيب. يلا مع السلامة. روحي. خاطرك. يلا. دير بالك عليهم منيح، كم يوم بنرجع ها؟ السوق معجوق هون، بخاف يضيع. مراد لا اترك ايد عمتك ها؟ ماشي؟ شوفي هونيك، تعي تعي. تفضل اخي، تفضل يا اختي. كتير غالي. عن جد غالي كتير. قديش بدك؟ لا، دوقني من هاي بالاول. تكرم عينك. تفضلي اختي. مو مثل جبنتنا. خدي دوقي. كم كيلو بدك؟ بالرجعة، ناخذ بالرجعة. تعلمت من ميسر، لما ما بيعجبها شيء بتقول بالرجعة بناخذ. تفضلي يا اختي. انا تعبت. خلص حبيبي، هلا بنرجع على البيت. فاطمة شوفي الوانهم حلوة، تاخدي منهم. كنتي تحبيهم كثير بالضيعة، خدي منهم. يلا تتسلي فيهم وبتعملي منهم شغلات ظريفة. بدك اخذ لك؟ يلا اختي خدي منهم. بعدين. ايه على راحتك. سمك تازة، سمك تازة، تعا تفرج يا معلم، وإذا ما عجبك لا تاخذ. يا عيني على السمك، سمك تازة. سيد لمعي. لك شو عم تعملوا هون؟ هذا فهمي وأبوه كمان. بابا شوف عرفته. مرحبا. أهلين، كيفكن؟ أهلين أهلين سيد إبراهيم. عجبكن السوق تبعنا هون؟ عجبنا عجبنا. شو أخباركن؟ مشي حالكن بالبيت؟ يعني تقريبا. مرتي اليوم نزلت على الضيعة، عندها كم شغلة هونيك بدها تساويها. وكريم جوزك رح معهم؟ خلينا نمشي. آسف، حبيت اطمن عليه بس. امشي. يعطيك العافية، يعطيك العافية. يلا الله يجبركم. مع السلامة. زورونا. معكم. مع السلامة. ليه يستنوني هيك بتضيعوا؟ غريب أمر هالبنت. بس هي كلهم مو طبيعيين. المرة حربوقة والزلمة على نياته كتير. البنت متجوزة، بتعرفوا لجوزها شي؟ شفته، شفته بس ما فهمت منه أي شي، في شي مو طبيعي. تعرف رفيقنا هو يلي وصى عليها، بس في شي وراهون. بتمنى ما يجينا وجع راس من وراهون. تفضلي، تفضلي. شو جبنا؟ جبنا خضرة وفواكه، كله تمام، شو غيره كمان؟ ها، تذكرت بطاطا، بطاطا. عم تبدي لعبة. بطاطا. خدي لي هاي اللعبة. بعدين حبيبي مو هلا. خالي خدي مني بقدونس. لا. خدي لي اياها. يلا حبيبي مراد. كتير هالسوق معجوق. أكتر من اللي عنا، وكل شي مو مثل عنا. عم تبدي هاي اللعبة. هي عندك منها كتير حبيبي. يلا مراد هي كتير غالية. شان الله اشتري لي اياها. يا علينا، خليني اربط لك صبابة. مسك لقلي. عطيني رجل. تعال.
وين راح بابا؟ ما بعرف. بابا مراد لا تخاف هلأ منلاقي. بابا قلت لك منلاقي. سكوت بابا. وين راح بابا؟ بابا بابا خلص يا عم بحاجة تبكي. يا حبيبي حاجة تبكي لكنا وصلنا على البيت. مسكر لسه ما رجع. بدي بابا. بابا قلت لك بابا راح يضيع عمته. وينه بابا؟ شو ليش عم تبكي؟ ضيعنا لأبي بالسوق عمو كريم. لا تبكي هلأ بيجي. وإذا ما أجا؟ إذا ما أجا أنا بدور عليه. يلا فوت غسل وشك. فاطمة استني، بترجاكي تسمعيني شوي. حل عني، ما بدي أسمع منك ولا كلمة. بهديك الليلة أنا ما قربت منك، أنت كنتي غميانة. أنا ما لمستك. بعد عن طريقي. أختي فاطمة. لمعي وينك لهلأ؟ ضيعتكن. أنا ضعت بالسوق، فهمي جابي لهون. لما شفت مرأة من قدام البسطة دغري فهمت. أنت كريم ما؟ ها كريم، هذا كريم. كريم مرحبا، أنا فهمي. أهلين أهلين فهمي. والله اليوم كنت عم بقول لأختي فاطمة إمتى بدنا نتعرف على جوزك. شفت هالصدفة ما أحلاها؟ لولا أخي لمعي ما كنا التقينا. شفت؟ منيح إني ضعت، ما هيك؟ كيفك سيد كريم؟ الحمد لله. لولا فهمي ما كنت عرفت البيت، كنت لهلا عم دور بالشوارع. هات بابا حبيبي. كان خايف عليك كتير. ليكني ابني، ليكني اجيت. اختي فاطمة خدي هدول كمان. هات عذبناك معنا. عذاب شو يا سيد؟ نحن جيران، أنا ماني غريب، أنا ابنه لصاحب البيت. ايه بعرفك، سمعت باسمك. هداك اليوم جاب لنا سمك، انت ما كنت هون. قالوا لي انت بتفهم بالصيد، هيك خبروني. يعني مو كتير. معناتها نزل معنا على الصيد، شو رأيك؟ منشوف. اسمحوا لي، بيكون ابي ناطرني. تفضل اشرب قهوة. يسلموا اخي، تركت البسطة واجيت. ان شاء الله غير مرة، بنشربها سوا، ما هيك سيد كريم؟ يلا بخاطركم. الله معك، يسلموا. مع السلامة، شكرا لك، شكرا لك، يسلموا. تعرف كنت كتير خايف اني ما لاقيهم. لك انا كيف ضلت عنكم ابني؟ ما بعرف. بابا قل لي ليش انت هيك؟ شلون يعني؟ ما بعرف، هيك يعني. ها فكري مشوش شوي، فكري مشوش ابني. بدي فوت على الحمام. وين حط هدول؟ فاطمة شوفي. لا تذكر اسمي، عم تفهم؟
بحضر لك شي تاكله. جرس الباب كمان مع ميرن، هو التاني معلق مثلي أنا. شوفه بالمعية ماشي؟ شوفه. ما بقدر أفهم هيك شغلات، بحبهم بس ما بفهم فيهم. أنا بفهم شغل المزرعة. مزرعة هلأ هون ما بعرف شو بدي أشتغل. لما كنت بالضيعة كنت عم أشتغل بالمزرعة. أصلاً أنا ما فيني أشتغل لحالي، لهيك ما بعرف شو بدي أشتغل هون. شو في غير هي؟ ها هي شوفها، بدها تصليح؟ هات لشوف. شو رأيك نشتغل سوا؟ أنت بتفتح ورشة وبترجع لشغلتك وأنا بشتغل عندك. أنا دايماً بقلن للجيران إنه صهرنا معلم حدادة، يعني إذا فتحت ورشة هون كله رح يتعاملوا معك. أنت معلم الورشة وأنا بعاونك بالشغل، يعني لإمتى بدي ضل قاعد لازم لاقي لي شي شغلة، ما هيك؟ فينا أنا وأنت. لمعي أنا مسافر، صرت حاكي لك إياها أكتر من مرة، ما بدي ضل هون، لا تعتمد علي لمعي.